السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مين حاج جي خير؟ حياك الله حياك الله سي هشام من إقليم تارودانت. مرحبا بك مولاي. مين حاج الله يطول عمرك كي داير جي خير؟ حفظكم الله ورعاكم الله وأسعدكم الله. الله يجزيك بخير عمي الحاج. كيف قارك الدري عندك براشوية؟ لا شوفي الحمد لله بخير ولا خير الحمد لله. يا الله يشافي رسول الله عز وجل الله يجيب لي الشفاء ويشافي جميع الأمة الإسلامية. اللهم امين يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم. الحمد لله رمضان كنصلوا الطرح فرحنا وجات الرحمن مدينة تارودانت اليوم تحت الشمس يا الحمد لله. رواه الارض رواه رواه والابار والمياه مزيان الحمد لله. زينه وجاو الويدان اليوم عمي الحاج القضيه زينه داك الشيء علاش بغيت نهضر معاك بالفرحه. الله اكبر الله اكبر نعمه لا اله الا الله. زينه الحمد لله الله يهدينا غير حنا اللي الله يهدينا ويسمح لينا نطلب الله عز وجل. اللهم امين سيدي هشام. قل لي سيدي هشام المساجد اليوم عندكم في الاقليم ديال تارودانت الجوامع والمساجد كانت اليوم عامره بالناس ممتلئه بالناس. والحمد لله كل شيء المساجد عامره الحمد لله. هنا في مدينه تارودانت ويتعزى والتعاونيات عندنا كل شيء الحمد لله. المساجد والناس خارجين وفرحانين الناس بزاف بالرحمه وبرمضان وبالتراويح الحمد لله. كل شيء الحمد لله فرحان. وبالنسبه سيدي هشام المساعدات الناس دابا كاين الناس الضعفاء والمساكين ملي كيجي رمضان كيحتاجوا لبعض الاطعمه والاشربه واش كاين تما كاين شي تعاون بين الناس ديال الاحسان وديال العطاء وفي رمضان والمساعدات؟ كاين الناس مساكين كاين اللي كيعاونوا الاخرين كاين الناس بزاف كنعرفهم انا كيعاونوا الاخرين كيتعاون الناس على اذا شفنا شي واحد ما عنده راه لا بدا تعتيه واخا نعتيه من عندنا ويعتيه لاخر شويه ويعتيه لاخر شويه ضروري هذا الشيء الحمد لله. لا اله الا الله اللهم بارك اللهم بارك الحمد لله. كل شيء هذاك الشيء لما تعاوننا سوينا خصنا نتعاونوا الى شفنا خونا ما عنده خصنا نتعاونوا معاه. الحمد ربي ونشكروها مولانا الحمد ربي ونشكروه. ما غير ما نعتم عند الله تعالى نطلب الله تعالى. يا ربي الله يعطينا باش نعطيهم ان شاء الله تعالى ربي يدي فضل رزق من عنده. والله يطول عمرك حتى انت على هذا الدعاء اللي كتعتينا وهذا سميتي بزاف وكنشكر حتى الحاج القزابري حتى هو تبارك الله. سمعت الحين الله يوفقك هو الحمد لله هذا فضل من الله هذا فضل من الله واكرام من الله. والله يبارك فيك عمي الحاج وتحياتي لك وتحياتي لجميع المغاربه. شكرا لك سيدي هشام شكرا لك. الله يعاون عمي الحاج الله يجازيك الله يعاونكم الله يعاونكم الحمد لله. هذه بشاره ديال الخير بشاره ديال الخير لان قبل بضاعه اسابيع كنا في المغرب كنسمعوا واحد المجموعه ديال الدراسات كتكلم على التوقعات الاقتصاديه والتوقعات الاجتماعيه وكانت دائما كتخوفنا كتخوف الناس كيقولوا بان غيكون موسم فيه الجفاف وغيكون موسم ديال العطش وكنا كنسمعوا بعض الناس كيقوموا غادي نديروا تحليه مياه البحر او ربما المياه اللي هي كتكون مستعمله نعاودوا ننظفوها من جديد ونستعملوها للشرب وكاين واحد النوع من الخوف. هاد البلاغات وهاد التوقعات راه واحد تلقوها مجموعه ديال الناس بتلقي غير ايجابي. كنعرف واحد العدد كبير ديال النساء خصوصا وحتى الرجال انهم شعروا بنوع من البؤس والشقاء واللي عندهم الخوف ولا عندهم الوسوسه يقول الماء ما غيبقاش كيفاش زعما هذا الماء تحليه مياه البحر والمياه العائمه كيف واحد النوع من الوسوسه اصابهم. والحمد لله كنا في الراديو كنقولوا ربنا عز وجل كريم وجواد التحليل المادي العلمي كيقوم على ارقام واحصائيات نعم على الراس والعين نحترمه ولكن التحليل الديني الرباني القراني كيقول لنا كلام اخر كيقول لنا اشتدي ازمه تنفرجي كيقول لنا كذلك وان من شيء الا عندنا خزائنه. الله تعالى كيقول لنا وفي السماء رزقكم وما توعدون كيقول لنا يرزق من يشاء بغير حساب. كثير هي الاشارات الربانيه كتعطينا الامل عمرنا ما نفقدوا الامل عمرنا ما نكونوا ضحيه الياس ديما الخير موجود الحمد لله وهي امطار الخير عمت بقاع المملكه الشريفه وكاين بعض المناطق اللي اروات ري كبير
على واحد العدد ديال البيير ديال الابار عمرات واحد الارض اللي كانت عطشانه كلها روات والاحواض المائيه روات. وهادشي كله ان شاء الله غادي يزيد في الخيرات وفي البركات وغادي يكون ان شاء الله المنفعه للجميع. هذه ارض طيبه فيها ارض الايمان والمؤمنون والمتقون والمصلون والصادقون واصحاب البدل واصحاب الاحسان ما اكثرهم في بلادنا. ربما بعض الوسائل الاعلام اللي كتركز على الجرائم على الاختلاسات على المصائب، ولكن لو ركزنا على الجوانب الإيجابية المشرقة في حياتنا راها كثير الحمد لله. أرض المغرب فيها أهل الفضل، الناس الحمد لله يجتهدون في الصلاة وفي العبادة وفي الإحسان وفي الإكرام وفي التسامح، فهي أرض طيبة ولن لن 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 نشعر بالحزن ولن نشعر بالخصاص أبدا لأنها بلدة طيبة ورب رحيم. شكرا لك أخي هشام وتحية كبيرة لكل أهل تارودانت ولكل أحبابنا الكرام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.